ألو، نعم. لا والله، الأستاذ همام لسه ما وصل. مين معي بالله؟ مكتب سيادة الوزير. أهلا وسهلا فيك. ما بعتقد يطول، يعني هذا وقته. طيب أوكي، بتحب بلغه شي بس يوصل؟ ماشي، على عيني. ماشي، يتصل ضروري. أوكي، أهلا وسهلا. صباح الخير غادة. صباح النور. شلون صحتك اليوم؟ تمام. عظيم. تريدوا شيء ثاني استاذ؟ لا شكرا، سلامتك، يعطيك العافية. يا غادة. وصل خبير الصيصان الصيني ولا لسه؟ لا لسه ما وصل، بس بعتقد انه طيارته بتوصل على الساعة 12. مين راح يستقبله بالمطار؟ الأستاذ عبد الحميد. عفوا أستاذ، قبل شوي اتصل. لحظة شوي. ألو عبد الحميد. إيه قلي، أنت راح تستقبل خبير الصيصان الصيني مو هيك؟ طيب وين حجزت له؟ ولك يا اخي ليش باوتيل 5 نجوم؟ ما كان في داعي ابدا. ما كان في داعي تجتهد من عندك. على عيني هذا خبير، بس خبير صيصان هاد، مو خبير زري. ايه طبعا طبعا بدك تلغي له الحجز. الغي له الحجز يا اخي، واحجز له باوتيل نجمتين او ثلاثه، حاجته فظاعه شو بتحبوا البحتره. وينك وينك عبد الحميد؟ اول الخبير ما يوصل خليه يرتاح ساعتين بالاوتيل، وبعدين نزلوا على الهنكارات تبع الصيصان وخليه يفحص كم عينه ويعطينا النتائج، لانه نحن بدنا نعرف ليش الصيصان عم تموت فجاه. كم صوص ما نعم كم صوص مات امبارح؟ شو الحكي؟ 1000 صوص؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال بسيطه اخي، هي حال الدنيا، ما حدا فيها مخلد. شايف على شغلي 1000 صوص مات امبارح. يا علي ان شاء الله فعلا شيء بيقهر. الو عبد الحميد، بدك شيء ثاني؟ الله معك، مع السلامه. استاذ اتصلوا فيك. لحظه لحظه اذا تريدي. الو غزوان، شو اخبار الجاج عندك؟ اي منيحه كثير. وينك؟ الله يرضى عليك، نقي لي شي 10 جاجات مهبرين وابعتهم مع سيارة وسائق على بيت حماي. لا بس عندهم عزيمة اليوم. لك لا يا بني آدم، شو تبعتهم بريشون؟ ليش من إمتى كنا ناخد على البيت جاج بريشو؟ انتفن وسلخن وبعدين ابعتهم. ايه بس أوام الله يرضى عليك. صحيح ذكرتني، خبير الجاج الجنوب أفريقي شو أخباره؟ ماشي حاله؟ اي منيح. وخبير الديوك الدنماركي امتى رح يوصل؟ كمان يومين؟ ايه طيب اوكي. ماشي ماشي ماشي، الله معك، مع السلامة. ايه غادة، كأنه في بتمك حكي. استاذ أنا كنت بدي أقول لك إنه اتصلوا فيك من مكتب سيادة الوزير أكثر من مرة. شو هالحكي؟ وليش ما قلتي لي من الصبح؟ أنا حاولت أقول لك بس حضرتك كنت عم تحكي على التليفون. طيب بسيطة مو مشكلة، وشو قالوا لك؟ قال لازم تتصل فيهم أول ما توصل. طيب اطلبي لي الوزير بسرعة إذا بتريدي. حاضر أستاذ. ألو مرحبا، مكتب السيد الوزير؟ الأستاذ همام مدير عام مؤسسة الصيصان والفراريج المتحدة بده يحكي معكم. طيب شكراً كثير. أستاذ همام، مكتب سيادة الوزير معك. إيه أستاذ رؤوف، أمور. نعم؟ السيد الوزير طالبني فوراً؟ خير إن شاء الله. طيب طيب، أنا جاي. لا لا ما رح أتأخر، مشوار الطريق بس. أهلين وسهلين، الله معك. ألو مرقب، جهزوا لي سيارة، أنا طالع بعد ربع ساعة.
الله معك. شوف يا استاذ همام، انا رح ادخل بالموضوع مباشره بدون اي مقدمات، وبتمنى منك انك تتفهم كل كلمه رح اقول لك اياها. وبصراحه ما رح اخبي عليك شيء ابدا. تفضل. خير لا سمح الله سياده الوزير، ما فهمت عليكم شيء. بدر مني لا سمح الله شيء ما بيعجبكم؟ مو مساله بدر او ما بدر، بس اللغط كتران حواليك الايام. لغط؟ لغط مثل شو؟ بصراحه نحن عم توصلنا تقارير كثير ضدك. تقارير؟ تقارير شو؟ من مين يعني؟ مو المهم تعرف من مين، لانه نحن كمان ما حاولنا نعرف، بس يكون بعلمك انه هالتقارير صادره من عندك، من جوات مؤسستك، والمعلومات اللي فيها خطيره كثير وغير مطمئنه، ونحن رح نحاول نتاكد منها بالايام المقبله ان شاء الله. معلومات خطيره؟ مثل شو يا سيدي؟ يعني اتهامات بالفساد والرشوه، وصفقات عم تتم من تحت الطاولات، وعمولات بالمخفي، وهذا طبعا غير اتهامك بالبيروقراطيه والمحسوبيه. اعوذ بالله يا سيدي، شو هالكلام الخطير هاد؟ صدقني يا استاذ، هالحكي كله ما له اساس من الصحه، وانا باكد لك على هالشيء. اهدى شوي، اهدى، ما في داعي تعصب. العصبيه عمرها ما حلت مشكله. في عندي مثلا تقرير اجاني من يومين وما عليه اي توقيع، بيقول انك المسؤول الوحيد عن وفاه الاف الصيصان بسبب صفقه العلف الفاسده يلي وقعتها حضرتك. بقى شو قولك؟ يا سياده الوزير، هي الصفقة بالذات تمت بمعرفة اللجنة الفنية، وأنا دوري فيها مجرد... شوف، بالوقت الحاضر أنت مالك موضع اتهام، كل ما هنالك أني حبيت ألفت نظرك للمعلومات يلي عم توصلنا، ومن هون لنتأكد من صحة المعلومات هي أو عدمها يخلق الله ما لا تعلمون. يا سيادة الوزير، ثق تماماً أنه في ناس عم تحاول تشوش علي بأي طريقة، لانها بصراحه غيرانه من نجاحي الباهر باداره شركه الفراريج والصيصان المتحده. سياده الوزير، انا ما رح دافع عن نفسي، بس الارقام هي اللي بتحكي. انا من وقت ما استلمت اداره هالشركه زاد انتاج الصيصان من 20,000 صوص الى... معلش استاذ همام، ما في داعي للحكي هلا. قلت لك انت بالوقت الحاضر مالك موضع اتهام، انا عم بلفت نظرك بس حتى تكون على حذر. عم تفهم علي؟ كون على حذر. العمى على القصة، ما عم صدق اللي صار يا كوثر، ما عم صدق منوب. ولك أنا يكتبوا فيي تقارير؟ أنا؟ وللوزير بفرد دفشة؟ إيه؟ يعني معقولة المي تمشي من تحتي وأنا آخر من يعلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخ آخ، لو أعرف منو هدول التافهين يلي عم يشوشوا علي وطقولي براغي عند الوزير. طيب حبيبي، طالما الوزير بذاته ما كتير مهتم بالموضوع، أنت ليش عم تزعج حالك؟ ليكو التانية شلون بتحكي؟ ومين قال لك مهتم؟ شو بيعرفني شو أنا عم جيب الحكي من عندي؟ أنت اللي قلت لي هذا الحكي. قلت لك عمل حاله ما له مهتم، بس كل حديثه معي اليوم عبارة عن إنذار، عن تحذير، وإلا ما كان طلبني لعنده على المكتب. هلأ أنت تأكدت إنه اللي كاتبين هالتقارير من عندك من المؤسسة؟ طبعاً تأكدت، لأنه في معلومات ما حدا بيعرفها إلا ناس من عندي. طيب حبيبي، ليش محتار كل هالقد؟ شوف مين بيكرهك من الموظفين اللي عندك وله مصلحه يضرك، اكيد بيكون هو اللي عم يرفع التقارير. قال مين بيكرهني؟ قال يمكن 99% من الموظفين بيكرهوني ومتمنين من الله واعلي شيء وعام العونه. اصبح ما في غير انك تزرع جواسيس بين الموظفين والعمال اللي عندك، وهن بينقلوا لك كل شيء بينحكى. زارع جواسيس؟ مين قال لك مالي زارع؟ بس ما عم بستفيد منهم شيء. اوف، ليش مالك مستفيد منهم؟ لأنهم صاروا مكشوفين، والموظفين والعمال عم يتجنبوا يحكوا أي شيء قدامهم. همام، كتير أنت بهمك تعرف مين اللي عم يرفع هالتقارير؟ إيه طبعاً بهمني، شلون ما بهمني يعني؟ طيب وإذا عرفت شو رح تتصرف ساعتها؟ لا تخافي علي، كل شيء بوقته الحلو. منيح لك محلولة، عندي إلك فكرة بتطير العقل. وشو هالفكرة بقى؟ حبيبي اسمعني منيح، ما في غير إنك ترش أنبوز قدام اللي عم يعارضوك، وساعتها هني رح يكشفوا حالهم لحالهم. رش أنبوز؟ ما فهمت عليكي. يعني اعطيهم ريق حلو وافتح لهم صدرك وخليهم يطمنوا لك، وشوف بعدين شلون الامور بتمشي لحالها. برافو عليكي يا كوثر، فعلا خطه رهيبه، خطه ذكيه تمام، ورح ابدا بتنفيذها من بكره. حتى تعرف قديش مواهبي ضايعه بهالبيت. ليش مين قال لك انها ضايعه؟ تفضلي يا ستي، ها انزلي على السوق واشتري شيء قطعه ذهب تليق بمقامك،
ولا قال لي خذي ال 50,000 ليره تستاهلي اكثر. شو يعني حق الفكره هدول؟ لا ولو شو حق الفكره، انت بتستاهلي اكثر من هيك بكثير. هدول هديه بسيطه، عربون محبه. لك يسلموا ايديك ويخلي لي اياك يا رب. فهمت الخطه استاذ فرحان؟ فهمت شو عم اقول لك؟ نعم فهمت معلم، فعلا خطة ذكية، بهنيك من كل قلبي. لك يا أخي مو وقت التهاني هلا، روح حضر حالك للاجتماع وركز على الأفكار يلي بدك تحكي فيها. حاضر أستاذ، بس عفوا، إمتى نويتوا تسوي الاجتماع؟ هلا بعد نص ساعة. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. غادة؟ يا غادة. نعم أستاذ. الله يرضى عليكي، بلغي كل مدراء الأقسام والمهندسين لاجتماع طارئ بعد نص ساعة. أوكي. يعطيك العافية. الحقيقة يا شباب وبدون مقدمات، أنا بعترف أني أخطأت كتير بإدارة الشركة، والاعتراف بالخطأ دائماً يسجل للإنسان فضيلة. هذا من جهة. من جهة تانية، بكل مرحلة من مراحل العمل لابد من أخطاء، وقديماً قالوا من لا يعمل لا يخطئ. بس يا ترى مين فينا يلي رح يتحمل أخطاء المرحلة الماضية؟ مين؟ جاوبوني لشوف مين يلي بيتحمل الخطأ؟ طبعا أنا. نعم أنا، لا تستغرب، أنا بتحمل جزء كبير من الخطأ، بس بالمقابل الجزء الآخر بتتحملوا أنتو. سألوني ليش؟ ليش؟ لأنكم طنشتوا، شفتوا بعينكم الغلط وطنشتوا، سكتوا، قلتوا لحالكم شو دخلنا بوجعة الراس، فخار يكسر بعضه، نحن بنقبض راتبنا آخر الشهر وصلى الله بارك. بس هالشي غلط، غلط كبير، غلط قاتل، غلط جسيم، وليكن بمعلوم الجميع إنه مبدأ فخار يكسر بعضه مبدأ سلبي وانهزامي، وعواقبه وخيمة على الصالح العام قبل الخاص، وأهم نتيجة من نتائجه إنه المسؤول بيرخي بدل، بيتقاعس، بيقول لحاله يلا طالما ما في حدا عم يدقي وكله ماشي فخليني نايم بفراشي، وإن شاء الله يطير الهوى شاشي، المهم بآخر الشهر أقبض معاشي. بس مبدأ كله ماشي مبدأ غلط، مبدأ هدام. شو هالحكي؟ مبدأ في منتهى الوقاحة والرزالة وقلة الأدب، ونتائجه مضرة بالصالح العام قبل الخاص، أي مضرة. لذلك وحسب ما تقدم، المفروض قبل كل شيء يكون في عندكم غيرة، يكون عندكم غيرة إيجابية على الصالح العام. طيب جاوبوني، في حدا منكم كان غيور على الصالح العام بالمرحلة الماضية؟ في حدا؟ ما في جواب. No comment. معناها ما في حدا للأسف الشديد. ولعلمكم هالمبدأ هاد مبدأ ما في حدا لحدا، مبدأ انهزامي. تراجعوا يا أخي، غير مسؤول، لأنه بالواقع ضروري يكون في حدا لحدا. بس السؤال الذهبي، مين هالحدا؟ طبعا ما رح تعرفوا تجاوبوا، بس أنا رح جاوبكم. هالحدا هو الإنسان الشجاع الغيور الإيجابي يلي بيوقف بوش المسؤول وبيقول له عندك، وقف عندك، لا تتحرك، don't move، stop. وين رايح بهالعشقة؟ وين انت غلطان وستين غلطان؟ ولك اشتهيت يا ربي، اشتهيت على ربي مرة واحدة بس يفوت على مكتبي اي واحد منكم ويقول لي انت بهالامر اخطأت، هذا القرار مو صحيح، هذا التصرف مو سليم. بالعكس كله بيسكت وبيطبطب لي وبيطيب لي. بقى يا جماعة أنا رح قلكن ياها وبالفم والمليان، يلي بيحبني بينتقدني، بينقدني، ويلي بيكرهني بيتستر على عيوبي وبيلاقلق لي. وأنا من جهتي رح أفتح قلبي وصدري ومهجتي إلكم، بأنقدوا قد ما فيكم، انقدوا مشان الرسول، انقدوني ببوس إيدكم، عبروا عن آرائكم، قوموا عوجاجي، ما أنا إلا بشر غير معصوم. بس المهم يا جماعة يكون النقد بناء وبيخدم الصالح العام. وأنا من هاللحظة هي، من هلأ رح ساوي لكم 3 مجلات حائطية،
وغير هيك باب النشر مفتوح للكل، للكل دون استثناء. وطبعا كل شيء مسموح نشره، كل شيء، وما في عندي اي محظورات او خطوط حمراء على الاطلاق. طبعا خذوا راحتكم على الاخر، ابروا لي اقلامكم، عبوا لي محابركم، شمروا عن كمامكم واكتبوا، وتاكدوا تماما اني ما راح ازعل ابدا. استهدفوا شخصي ما في مانع، عملوني الدريئة تبعكم، لا جناح عليكم ولا ما يحزنون، يعني حتى لو رسمتموني كاريكاتير، مطيتوا وشي، كبرتوا كرشي، ألفتوا علي أغاني ونكت، ما عندي مشكلة وما رح اتعقد من هالموضوع. أنا بسترشد بنقدكم، بكبر بنصائحكم، وكل ما أرجوه وأتوخاه انكم تكونوا هضمتوا مفردات المرحلة القادمة، ويلي رح يكون شعارها ايد بايد وكتف بكتف، حتى نبني ونعمر، وحتى يزداد هذا الوطن العربي شموخا وعزة وفخارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غنوة، اسمعي، اسمعي عنوان المقال يلي بدي حطه بجريدة الحائط. تفضل. سوء التخطيط والإدارة أوصل مؤسسة الصيصان والفراريج نحو شفير الهاوية. شو هذا أستاذ بديل؟ كتير متقل العيار. لا لا متقل ولا شيء، مو هيك بده الأستاذ همام؟ ايه ما اختلفنا هيك بده، بس مو لهالدرجة؟ ايه ما حدا حدد لنا الدرجة ولا الهامش اللي ممكن نكتب فيه، بقى بتصور إنه الهامش مفتوح. بعدين ما هو قال بتمه ما عاد في خطوط حمراء؟ بقى شو رأيك بهالعنوان؟ ما بقدر أعطيك رأيي، بس اسمع مني، لا تتحمس كتير ولا تندفع زيادة عن اللزوم. كيف يعني يا غنوة؟ يعني يا أما خفف من حدة مقالك، يا أما إذا أنت ناوي تنزلها مثل ما هي نزلها بدون توقيع. هيك قلتيك؟ إيه طبعا، يعني ليش لحتى تنطبش الشربة براسك أنت أول واحد؟ أنا اللي بقصده انه انت بس تشوف المناخ العام صار منيح بتقدر تنزل باسمك الصريح ومن دون اي خوف. والله يا غنوة عم تحكي عين العقل، معناتها مثل ما قلتي رح ننزل هذا المقال مثل ما هو هيك بجريدة الحائط بدون اسم احسن. ايه وانا هيك رايي. طيب انت مالك مجهزه مقال؟ لكن انا مجهزه مقال كتير كتير قوي وكلياته ارقام وحقائق، بس يعني استنيها للعدد الجاي، اول شيء بشوف المناخ العام. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالمقال شو سماوي، ولك منين جايب هالحكي ولد؟ إذا بتحب بغيره أستاذ. لا 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 تغيره، بالعكس منيح، يعني كل ما كان المقال قوي الأمور لصالحنا بتمشي، وبهالصورة منخلي غيرك يتشجع ويكتب ويكشف حاله. يعني أستاذ نزل المقال بالعدد الأول؟ ما في مانع نزله، وأوعى تنسى تحط اسمك الثلاثي وبالخط العريض. ها حاضر استاذ، تأمر شي تاني؟ لا لا سلامتك، انصرف. شكرا. السلام عليكم. ما قلت لي همام كيف ماشي الخطة تبعي؟ ماشية من أحلى ما يكون. يعني كشفت المعارضين اللي عم يرفعوا فيك تقارير عند الوزير؟ لا لسه، بس ولا يهمك، الجماعة على وشك أنهم ينكشفوا. كيف يعني؟ يا ستي مبارح طلع العدد الأول من مجلة الحائط وكان فيه ثلاث مقالات ضدي، مقال لفرحان وهذا طبعا من جماعتي، ومقالين تانيات مثل السم. ومين كاتبون هدول المقالين؟ ما بعرف، نزلوا بدون أسماء، وعلى ما يظهر خافوا يحطوا أساميهم، بس بتصور بالعدد الثاني رح يحطوا أساميهم، خصوصي لما رح يشوفوا أنه ما حدا حكى مع فرحان. حلو كتير، بس بتعرف شو لازم تعمل هلأ؟ لا والله، شو لازم أعمل؟ لازم تكافئ فرحان قدام الكل، ساعتها بيطمنوا وبتشجعوا لك أكثر. برافو عليك يا كوسر، فعلا أنه عندك عقلية تآمرية فريدة من نوعها. من بعد ما عندكم حبيبي. رايح جيب لك عصير فيمتو. الحقيقة ما بخفيكم أبدا أني كنت سعيد كتير لما قريت العدد الأول من مجلة الحائط، وسعادتي كانت أكبر لما لمست روح الجرأة والصراحة والنقد البناء بهالمقالات، خصوصي المقالة اللي عم تحكي عن سوء الإدارة، مقالة جريئة
مكتوبة بأسلوب نقدي تهكمي لاذع مر ساخر بتذكرنا بتشيكوف وعزيز نسيم، لأنها مكتوبة بلهجة أدبية عالية ومحبوكة حبك وتلامس الواقع ملامسة صادقة وعميقة. بس للأسف الشديد صاحب المقال ما حط اسمه، مو مشكلة، معلش ما حيب ما بده ما بنجبره. وفي مقال تاني عم يحكي عني وكيف إني عينت 5 من أقربائي بمناصب مهمة بالشركة، وأنا بقول لصاحب هذا المقال إنه كلامه صحيح 100%، وأنا رح أشكل لجنة خاصة لدراسة وضع هؤلاء ويلي بيستاهل منخليه، وإذا كان قرايبي منخليه، معلش ما بتخرب الدنيا، وإذا ما بيستاهل الله معه قلبي داعي لو ما بيلزمنا. وفي مقالة تانية أو ثالثة بالأحرى قوية جدا، صدامية صدامية كثير، وعم تتناولني بشكل مباشر، وكاتب المقال ما بخفيكم هو الأستاذ فرحان أبو رملي، فيا ريت كلياتكم تسفوا له الأستاذ فرحان. أستاذ فرحان أنا بتشكرك كثير على هالمقال، وأنا بسبب جرأتك وشجاعتك وموضوعيتك قررت إني أصرف لك مكافأة 2 من الماهية بتاعتك. حيوا معي الأستاذ فرحان الغيور على مصلحة الشركة. الله وكيلك ما صدقت عيوني يا غلو، معقولة؟ معقولة يصرفوا له مكافأة 2؟ شايف؟ والله كسبها الفرحان. أخ أخ شو ندمت لأني ما حطيت اسمي على المقال وما استغليت جو الديمقراطية اللي عم تعيشه الشركة هالأيام. تاري موضوع مو مثل ما تصورنا أبدا. بصراحة نحن ظلمنا الأستاذ همام بسوء الظن تبعنا. تاري الرجال يعني حابب يشتغل من قرب ورب وبدون عقد، الله يحييه. إيه والله يا بديع، هيك يبدو. يا لطيف يا لطيف، شو إجا على بالي وقف بنص الاجتماع وأصرخ بوش الأستاذ همام وقول له أنا صاحب المقال اللي أنت عم تحكي عنه. بس ما بعرف شو صلي، ما بعرف شو صلي وخرست. إيه يلا ما صار شي، ملحوقة. قلتك ملحوقة. بصراحة أنا حالياً عم جهز مقال أقوى من الأولاني مشان العدد الجاي. رح تنزل باسمك الحقيقي؟ طبعاً ولو. وأنا كمان ناوي أنزل مقالتي بالعدد الجاي، لأنه على ما يبدو المناخ صار مشجع تماماً. كيف تحول منزل المدير العام إلى مرآب للسيارات؟ المهندس بديع نادر. يا حبيبي وصلت الشغلة لسياراتي كمان. من المسؤول عن حالات الوفيات بين صيصان المؤسسة؟ المهندسة غنوة مغناج. والله كانت مخبأة بتيابها المهندسة غنوة. شايف معلم؟ فعلا هي غنوة ما كان حدا حاذر عنها أبدا. أقارب ومعارف المدير العام ينعمون بفراريج المؤسسة. جمال منتصر. منو هذا كمان جمال منتصر؟ هذا واحد فني بالمرآب سيدي. ها هذه اللي كان ناقص والله. سجلت الأسماء كلها بالبلاك ليست؟ كلها تسجلت سيدي. كم اسم طلع عندك؟ 9 أسماء. ماشي الحال، هات القائمة لشوف. تفضل أستاذ. عفوا، شو ناوي تعمل فيهم؟ ما رح أعمل شيء، هدول عم يعارضوني ولازم استوعبهم وحاورهم. كل ما هنالك إني رح أتجنب شرهم فقط. كيف يعني أستاذ؟ يعني الكبير فيهم إحالة على التقاعد، ويلي ما وصل لسن التقاعد تجميد بالبيت، وبقية الشباب نقل على فروعنا بالمحافظات، وهيك بيرتاحوا وبيريحوا. إخواني أحبائي، في إشاعة قوية عم تقول إنه حملة التنقلات والإحالة على التقاعد الأخيرة يلي صارت إلها علاقة بالأمور يلي انكتبت بمجلات الحائط. وأنا للتوضيح بقول إنه هالفكرة غلط تماماً، لأنه جدول التنقلات الأخير يلي صار إجاني من فوق، وأنا مالي يد فيه أبداً. وحملة التسريح حملة طبيعية يا أخي، لأنه في زملاء صغار بالسن صار لازم يندعموا وياخدوا فرصتهم. بقى لا تفكروا أبداً أنه نحن حاولنا ننتقم من حدا أو نسيء لحدا، وهي أكبر دليل على كلامي قدامكم. هاي الأستاذ فرحان أول واحد كتب مقال جريء وناقد بمجلة الحائط، وأول واحد حط اسمه الصريح على المقال، ويحوي قدامكم لساته ورا مكتبه، ما حدش قرب عليه.
لذلك يجب ألا تصغوا للشائعات إطلاقا، وعلينا أن نستمر بالنقد البناء الهادف. ومرة تانية رح قلكن، كرمال الله يلي بيحبني بينقدني. انقدوني يا شباب مشان الله، انقدوني من بوز ايدكن، انقدوني، لأن الوطن العربي كما هو معلوم لا يقوم إلا على أكتاف المخلصين من أبنائه، المخلصين الناقدين من أمثالكم. وإنني أقول